السلام عليكم الجمهور الكريم، معكم اخوكم رشيد كازا سبور. مرحبا بكم في فيديو جديد. موعد مباراة او البث المباشر للجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي، توقيت المقابلة الساعة 8 مساء او توقيت البث المباشر على الساعة 8 الا ربع. مباراة اللي غادي تحسم فريق الفائز بدرع البطولة 2022-2023، المباراة اللي غادي تجرى على ملعب مولاي عبد الله العاصمة الرباط. ما تنسوش الخوت توقيت المقابلة أو موعد المباراة على الساعة 8 مساء أو البث المباشر. البث المباشر توقيت البث المباشر على الساعة 8 إلا ربع. خوش ما تنساوش ديرو لايك وتفعلوا زر الجرس وشاركوا القناة، وشكرا لكم أصدقائي.